خلص شهر رمضان المبارك وخلص عيد الفطر المبارك، خلص شهر البركة اللي احنا خلال هذا الشهر فضلنا نبعت لك رسائل ونقول لك خد بالك اوعى تختصر شهر رمضان في شوية حلويات وكنافة وقطايف، وان انت تعك بشكل كبير جدا، واستغل هذا الشهر الكريم في ان انت تتخلص من وزنك الزيادة وفي نفس الوقت تستمتع بالعبادة خلال شهر رمضان، وفي نفس الوقت قلت لك ما تحرمش نفسك كمان من الاكل اللي انت بتحبه. ولكن ناس كتير للاسف ما سمعتش هذه الرسائل وكبرت دماغها وقالت لك اصل احنا مهتمين قوي بالعباده في شهر رمضان وما بنفتحش السوشيال ميديا، فاهتموا اكتر بالحلويات، وكانت حجه عشان ينسوا نفسهم. محتوانا يعني ما كانش هيطلعك ابدا من العبادة، بالعكس ده كان هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تؤدي العبادة بتاعتك بشكل كويس. ولكن انتهى شهر رمضان شهر الخير، وجي العيد اللي للأسف برضو ما رحمتوش فيه نفسكم، وللأسف ناس كتير عكت خلال العيد اكتر من اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا ان احنا يعني ناكل في حدود سعراتنا الحرارية، يكون اكل متوازن، ولكن للأسف الشديد برضو في ناس يعني زودتها بزيادة، وفي ناس للأسف الشديد ممكن يوصل موضوع معاهم ان السكر بتاعهم ارتفع بشكل كبير جدا نتيجة العك، ويعني تعبوا بشكل كبير. فجينا لكم النهاردة علشان نفكركم ببداية خطة الإنقاذ السريع بعد العيد. هي ايوه انت عايز تبرشيق يعني اشترك في القناه بس كده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم امين. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم على قناتكم لو نفسك تخس، وخطه الانقاذ السريع اللي انت لو هتشارك فيها، وان شاء الله الخطه دي يعني هتبدا من الخميس وتنتهي الخميس ان شاء الله، يعني مش في نفس اليوم، لا هتبتدي الخميس ان شاء الله اللي هو رابع يوم العيد، وتنتهي ان شاء الله الخميس اللي بعده، علشان يكون اسبوع تقريبا مقفول من الاكل الصحي المتوازن بشكل كبير جدا، وبجد هيفرق معاك بشكل كبير. طب يا باشمهندس احنا يعني خدنا 3 ايام مفتوحين في العيد، وللامانه حاسين ان احنا وزننا زاد قوي، فهل الزياده دي هنقدر ان احنا نقضي عليها؟ اولا لازم تعرف، وانا جاي النهارده اطمنك واقول لك ان انت لو كنت التزمت بالنظام خلال العيد، احنا قلنا عندنا 3 ايام مفتوحه خلال العيد تاكل في حدود سعراتك الحراريه، وارد حتى لو اكلت في حدود سعراتك الحراريه ان وزنك يزيد، وده هيكون زياده وهميه، زياده احتباس سوائل، زياده اكل جوه معدتك لسه، فما تقلقش خالص، هتلاقي نفسك ان انت مع اول يوم والتاني هتلاقي جسمك رجع تاني للوضع الطبيعي، ما تحاولش توزن ابدا بعد اليوم الثالث في العيد، ابدا معانا وكمل على خطه الانقاذ لغايه ال8 ايام ان شاء الله، هتلاقي الدنيا فرقت معاك 180 درجه ان شاء الله باذن الله. فنصيحتي ليك النهارده ان انت تستعد وتبدأ معانا خطة الإنقاذ السريع. هتقول لي فين خطة الإنقاذ؟ طبعا هتلاقي فيه علامة الاي اللي هتظهر فوق دماغي دي، هتدوس عليها هيفتح لك الفيديو بتاع الشرح خطة الإنقاذ، وطبعا لو انت مش محمل تطبيق لو نفسك تخس من على جوجل بلاي حمله، هتلاقي فيه خطة الإنقاذ كاملة، وكمان بتنزل يوم بيوم، وهتلاقي كمان على قناتنا اللي هي ريجيم يوم بيوم مع لو نفسك تخس، هينزل عليها بينزل عليها فعلا النظام يوم بيوم، شرح سريع للنظام، يعني النظام تحت ايدك. ولكن انا عايزك تلتزم قوي خلال الايام اللي جايه، ما تبوظش ابدا، ما تقولش اصل انا يعني هخلخبط الجمعه اصل انا متعود، ما تقولش لنفسك كده، ما تقولش اصل انا يعني فاتني العزومات بتاعت اهلي فانا هكمل عزومات من يوم الجمعه تاني، ما تضيعش الفرصه، كفايه بقى كده، كفايه ليه بقى؟ لاني المرض بيجي في لحظه، التعب بيجي في لحظه، ساعتها انت هتتمنى اللحظه دي ترجع تاني وتاخد فرصه تاني من جديد، وساعتها ممكن تلاقي الفرصه ان هي تعود بتكون صعبه قوي. عشان كده انا جيت لك النهارده بفكرك ان احنا عندنا خطه الانقاذ السريع، دلعناك في رمضان، دلعناك في العيد، ما عندكش حجة دلوقتي. أول نصيحة ليك إن أنت تروح تجيب الأنظمة وتحطها قدام عينك، حمل تطبيق لو نفسك تخس، شوفها على منتدى القناة، لو أنت مش مشترك على قناة لو نفسك تخس، شوف هتلاقي بينزل على المنتدى يوميا النظام يوم بيوم،
احصل على نظام زي ما انت مثلا متعود ان انت تحصل عليه. وكمان لازم تاخد بالك من حتة مهمة قوي، اي كحك او اي حلويات موجودة عندك في البيت اتخلص منها. اتخلص منها مش ان انت تاكلها، اتخلص منها ان انت مثلا حطها في علبة كده شكلها حلو وديها لأي حد ممكن تشوفه ان هو ممكن يكون بيتمنى ان هو يدوق الكحك ده. في ناس متعرفش يعني ايه كحك، في ناس فعلا ما كلتش كحك من زمان، في ناس فعلا محتاجين ان انت مثلا تساعدهم. اديلهم ده بنية الخير وربنا هيفتح عليك ان شاء الله. دي اول نصيحة ليك النهاردة، اول نصيحة ليك ان انت تتخلص من الكحك اللي موجود عندك في البيت. لا اصل عيالي لسه ما كلوش، لا اصل عيلتي بتاكل منه. انا بقول لك اهو، انت وعيلتك حاولوا ان انتوا تلموا الموضوع وتلموا الكحك اللي في البيت، لان للامانه اول طريق للخبطه ان انت هتلاقي قدامك دي، طب انا اكل حته كده مع كوبايه شاي مش مشكله، هتلاقي نفسك فتحت تاني في الموضوع ده. تاني نصيحه، تاكد ان انت طبعا زي ما احنا قلنا كده في بدايه الفيديو، ما توزنش خالص، ما توزنش خالص بعد العيد. اوزن ان شاء الله مع نهاية الاسبوع باذن الله، الخميس اللي جاي بقى ان شاء الله اوزن وشوف ميزانك بقى عامل ازاي، هتلاقي ميزانك اتظبط بشكل كبير جدا. طبعا رجعنا تاني للافطار، لو انت هتفضل مفطر مثلا الفترة دي امشي عادي على الانظمة. لو انت هتصوم الست ايام من شوال زي ما احنا اتفقنا ان انت كل اللي انت هتعمله ان انت الفطار بتاع النظام هتتسحر بيه، والغداء بتاع النظام ده اللي هتفطر بيه افطار المغرب. الوقتين دول او الوجبتين دول اللي انت هتستخدمهم. السناكس او الوجبات الخفيفة دي هتاكلها بين الفطار والسحور، وحاول دايما ان انت تشرب مية بشكل جيد خلال النهار. دي كل الحاجات اللي ممكن احنا نحتاجها الفترة اللي جاية، ولكن زي ما قلت لك وزي ما بنصحك كل شوية، ابدأ واوعى تأجل هذا الموضوع. ابدأ علشان خاطر نفسك، ابدأ وتشجع، وان شاء الله الفترة اللي جاية هتشوفوا فيديوهات لإنجازات ناس خست بشكل كبير جدا، وان شاء الله بإذن الله عودة قوية بقى علشان الناس تنتعش كده وتفوق تاني معانا، علشان اللي راح يعني ممكن يتعوض، واوقات كتيرة ما بنقدرش ان احنا نعوضه لان بيكون فات الاوان وبتكون ساعتها الدنيا اتدربكت. انا مش عايز الوضع معاك يوصل ان انت تكون صعب ان انت تتغير. صعب عن يعني صعب ازاي؟ في ناس للامانة يعني بتوصل بيها الحال ان هم بيتعبوا بيصابوا بامراض، بيبقى الموضوع صعب في انقاص الوزن. مش صعب ان هو لا يعني هو صعب ان يبقى في ادويه كتير وفي حاجات ملعبكه كده وبنقعد نحل الموضوع ده مع بعض، هو بيبقى بياخد وقت في التنسيق وحاجات كتير جدا، ولكن الموضوع سهل بالنسبه لك دلوقتي، فبلاش وجع بلاش تعب، لان اكتر حد هيتوجع هو الناس القريبه ليك اللي بيحبوك، وانا بحبكم والله. فلا يشهد الله اني احبكم في الله، تحياتي ليكم. ويلا يا ابطال اكتبوا لنا في التعليقات ان انتوا هتشاركوا معانا في خطه الانقاذ السريع. واول حاجه لازم تعملوها، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اعني على استرداد عافيتي، اللهم امين. تحياتي ليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ضيعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اسهل الطرق للوصول لانظمه لو نفسك تخس، اولها تطبيق لو نفسك تخس اللي تقدر تحمله من على جوجل بلاي، واللي هيجيلك اشعارات بشكل يومي من التطبيق علشان تشجعك، وكمان تقدر تدخل جوه التطبيق علشان تشوف نظامك يوم بيوم وكمان جميع الانظمه. ولو ما عندكش اندرويد ادخل على موقعنا الرسمي لو نفسك تخس، واشترك في قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس اللي فيها كل الفيديوهات التشجيعيه والحماسيه وكمان المعلومات المهمه جدا، وادخل على قناه مطبخ لو نفسك تخس لو نفسك في اكل صحي رائع جدا جدا وبأسهل الطرق. وكمان تابعنا على الفيسبوك صفحة لو نفسك تخس الرائعة مع فريق عمل قوي جدا هيشجعك ويقويك ويدعمك خلال رحلة التغيير. وادخل على انستجرام لو عندك حساب على الانستجرام، هتلاقينا برضو هناك وبنشجعك وبنقدم لك النظام بشكل يومي من خلال الانستجرام. اما لو عندك تليجرام فهتلاقينا برضو، وهتلاقي قناة لو نفسك تخس على التليجرام اللي هتشجعك واللي هتوصلك المعلومات بشكل يومي. اما تويتر فهتلاقينا برضو على تويتر بنشجعك وبنقدم لك النظام.